أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن you
أولئك في ضلال بعيد. وما قومه ليبين لهم وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا شكور. صدق الله العظيم.